هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى، فيديو بلوجر، بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. والنهارده هتكلم على احسن المنتجات اللي حبيتها للشعر في 2019، وهفضل استخدمها في 2020 ومش هبطلها ابدا. المنتجات اللي هقولكوا عليها النهارده هي منتجات خلاصة تجارب كتير واستخدام منتجات مختلفة كتير جدا، لغاية لما رسيت على دولت، ودولت خلاص اقتنعت بيهم اقتناع تام ومفتكرش ان انا ممكن اغيره. تمام، فيا ريت قبل ما تتابعوا الفيديو للاخر، يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب اذا كنتوا على اليوتيوب، وفي لايك لو كنتوا على الفيسبوك. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه هبدا معاكم بالشامبوهات. اول شامبو هتكلم عليه النهارده هو شامبو يعني مرطب، بحس ان هو مرطب جدا، يعني شامبو، تخيلوا شامبو مرطب للشعر، يعني بجد من احسن الشامبوهات اللي طلعت بيها في 2019. هو شامبو الوكيتا، اوكي، بتاع المحجبات. اوكي، هو فيه اتنين شامبوهين لالوكيتا، في واحد منهم عادي وواحد بتاع المحجبات. ده فعلا انا يعني بعد ما بستخدمه بحس ان انا مش محتاجه احط بعده لا كريم ولا حمام كريم ولا بلسم ولا اي حاجه، من كتر ما هو اصلا ترطيبه عالي جدا. وغير كده مش مفهوم، يعني هو بيرغي الشعر بس مش الرغوه بتاعته مش قويه زي الشامبوهات التانية اللي موجوده في السوبر ماركت زي سانسيلك وبانتين. لا، هما بيرغوا اكتر بكتير. ده بيرغي وبينضف الشعر بس مش يعني مش مهلك للشعر او مش بينشف الشعر جدا. تمام، تاني حاجه معايا هو شامبو اي كرياتين. انا مش معايا العلبه بتاعته، انا معايا البلسم بتاعه. عايزه اقول لكم الشامبو ده تحفه تحفه تحفه، المجموعه كلها عموما يعني بجد. ميزتها كمان ان فيها كرياتين، ده فيه كافيين اوكي، ودوت فيه كرياتين. فبحب دايما يعني ابدل ما بينهم، استخدم شويه من ده وشويه من ده علشان ادي لشعري كل الاحتياجات اللي هو او الفيتامينز اللي هو محتاجه. تمام، نيجي كمان لشامبو حبيته جدا، هو شامبو باندولين. تمام، يعني مرطب، بحس ان هو مش شامبو، هو مرطب للشعر، شعر بيطلع طري جدا 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 بعد ما بستخدمه. برضو مش بحتاج احط له اي حمام كريم او بلسم، احيانا بحب اريح شعري يعني، ما بحبش احط له منتجات كتير، فالشامبوهات دي بتساعدني. بس عيب باندولين ان هو مش بيرغي الشعر، ما فيهوش كلوريد الصوديوم، سلفات الصوديوم اللي هي بتعمل الرغوة اساسا، ديت ما فيهوش المادة دي. فاعتمادك لما بيبقى عليه اساسي بيكون غلط، لان فروة الراس لازم دايما دايما ان هي تتنضف، وخصوصا الناس اللي فروة راسها دهنية. فانا لما استخدمته واعتمدت عليه لمدة شهر، حسيت ان فروة راسي التهبت جدا جدا، وحسيت ان هي شوية وهتنزل دم من كتر ما هي كانت ملتهبة. بس يعني عموما الناس اللي ما بتحبش السلفيت والبشرة وفروة راسها جافة، يعني باندولين حلو جدا جدا جدا. تاني حاجة هتكلم عليها هي حمامات الكريم. حمامات الكريم اكتر حمام كريم حبيته في 2019 هو السيليكون، ده سيليكون ميكس، ده حبيته جدا جدا جدا. اوكي، ده بستخدمه، هو ده فيه سيليكون، انا بستخدمه لما ببقى عايزة اعمل شعري استشوار او بيبيليس، بحب استخدمه. اما في العادي لو مش هعمل اي حاجة لشعري مش بحب استخدمه، عشان الشعر بيتنفذ، علشان السيليكون اصلا بيعمل طبقة عازلة عن الشعر. فانا بحب استخدمه علشان يعمل لي حماية للشعراية ضد الحرارة اللي ممكن تأثر عليه يعني. تمام، فده حلو جدا لو انت هتعمل استشوار او بيبيليس، وهو ب200 جنيه. تمام، ولو عايزه حاجه ارخص برضو، بحس ان هو نفس الافكت بالظبط، هو من ايفا، ده نفس الافكت بالظبط بتاعه، في سيليكون وترطيبه قوي، بيأثر على الشعر وبيرطب الشعر حلو جدا جدا. فانصحك بصراحه ده او ده، ده ب45 وده ب200 جنيه، هما الاثنين نفس التأثير، حبيتهم جدا جدا المنتجين دولت فيهم سيليكون. تمام، للناس اللي مش بتحب برضو تستخدم السيليكون والحاجات ديت، انصحها بيه ده. ده شيا باتر، روعه روعه، هو اشتريته ب35 جنيه، بس اشتريته ب35 جنيه، وترطيبه فظيع فظيع. بستخدمه لما بحب برضو شعري ما يكونش عليه مواد كتير وكده، يعني بيجي لي اوقات كده بحس ان مش عايزه استخدم حاجات لشعري كتير عشان يقدر يتنفس كده، فبحب استخدم له
مش عارفه الحمام الكريم ده. رابع حاجه بقى برضو حبيته جدا هو فاتيكا. اوكي ده مايونيز دوت بحطه قبل ما ادخل اصلا اخد شاور، يعني برطب شعري شويه كده ببخاخ، اقعد ارش شعري كده شويه بميه، بعد كده بحط عليه المايونيز وبسيبه لمده نص ساعه، وبعد كده بدخل اخد الشاور عادي. بستخدم يعني بستخدمه قبل الشامبو. طبعا حمامات الكريم كلها بتبقى بعد الشامبو. تمام. طبعا معلومه كده على السريع ان البلسم بيستخدم بعد حمام الكريم مش قبليه. تمام، دي معلومه على السريع كده. ثالث حاجه هتكلم عنها النهارده هي منتجات حمايه الشعر. اوكي اللي بتستخدميها قبل الاستشوار او البيبي ليس. منتج برضه حبيته جدا ورخيص هو كامينا. ده اسبراي بتحطيه قبل الاستشوار، تقعدي ترشي شعرك بيه وبتستني 5 دقايق كده، وبعد كده بحط له سيرم فاتيكا ده ضد الحرارة. اوكي برضه حبيته جدا جدا جدا. اخر حاجة هتكلم عليها برضو النهاردة هو احسن زيت للشعر، جربته في 2019 وجاب نتيجة جدا في تطويل الشعر، هو زيت جدايل. طبعا طبعا ده عشق جدايل ده. حبيته جدا جدا وبيطول الشعر حلو جدا في وقت قصير. ده يعني اي حد عايز يطول شعره لازم يستخدم زيت جدايل. تمام. وتاني حاجة تانية برضو في زيوت هو زيت سيسا للشعر. هو ده مش بيطول، يعني هما بيكتبوا عنه دايما ان هو بيطول الشعر، بس انا لاحظت ان هو مش بيطول الشعر، هو بيرطب ترطيبه عميق جدا جدا. يعني لو شعرك شديد شديد الجفاف بيرطبه ترطيب روعة روعة، من احسن، يعني نادر ما الاقي زيت غير زيت جوز الهند بيرطب الشعر. سيسا بقى بيرطب احسن من زيت جوز الهند. بس دول يعني ده تطويل وده ترطيب بجد، مع يعني ميكس مع بعض يخلي الشعر بجد حلو جدا. فانصح اي حد ان هما يجيب الزيتين دول. بس هو ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.